أثابكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، وهو لا يعلم الحكم ولا يعلم عقوبة الأمر لأنه جاهل به؟ إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي حكمه أنه ظهار، عليه كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكين. ولا ينظر إلى كونه ما يعرف هذا اللفظ أو ما ينظر إلى هذا، من تلفظ بهذا هو مظاهر، عليه كفارة الظهار، ولا يطع زوجته إلا بعد تقديم الكفارة من قبل أن يتماس. نعم.